نرجع من جديد في برنامجكم الأسبوعي ترجي تي في، نحكي شوية على فيغ كرة اليد هزيمة إن شاء الله ما تكونش عندها بعد همية كبيرة في نهاية المشوار في البلاي أوف، إن شاء الله تكون عثرة عادية باش يرجع الفريق وما يفيق على روحه. ربما كان نقصوا جواريت وكل شيء، لازم يعرف اللي ساعات في بعض الأحيان الموك دو فريشور فيزيكي نجم يمنعك من تربح مباراة اللي كنت متفوق فيها حتى بسبع نقاط في المقابلة. إن شاء الله تكون عثرة خفيفة ونتفداوها، خاصة قلنا إبراهيم مباراة جاية نهار السبت دور ربع نهائي ضد الحمامات، إذا الفريق ربحناه الجمعة الفاتت زادة في الماتش الأولاني في بلاي أوف 5 بوان ديكار. ولكن كما قالكم قبيلة قلت نجيب الثير، تبقى مباراة ماهيش سهلة، لازم ناخذوها بجدية الكل وبالأهمية الكل. بيع هي راهو بصفة عامة مباراة الكأس راهو معناتها تتلعب عندها نكهة خاصة، معناتها ما تنجمش تقول هذه إيكيب معناتها أقوى من الإيكيب الأخرى. الحمامات معنا في البلاي أوف، هذا يدل اللي هي معناها إيكيب قوية ديجا موجودة بين الأربعة أندية الكبرى تلعب في القاعة نتاعها عند في جمهورها وكل شيء. هذا مش باش يخوفنا بالعكس، بل معناتها باش يعطينا تركيز أكثر وباش يعاون إن شاء الله يكون معناتها يعاوننا باش احنا نزيدوا نخدموا أكثر ونحضروا مباراة كما يلزم، على خاطرها كما قلت لك مباراة كأس. أيوة صحيح، مباراة كأس مش كالبطولة، حتى تحذيرها يبدا مختلف على مباراة تاع بطولة، تحذير المقابلة تاع كأس بتبيع تعرفوا معناها كتخسر اليميني هذيك تينا با لو دغوا اليغور، معناتها تخسر انت كان باش كيما نقولوا في البلاي اوف احنا كي خسرنا نجم نتفاداو امورنا ونرجع كل شيء، لكن في الكاس تخسر اي مباراه باش تخسرها باش تخرج من الكاس. جمعيه الحمامات هي في جمعيه معناتها عندها ما تقول في روحها، احنا لازمنا نحضر المباراه هذه كما يلزم، وسيرتو معناتها نبنيو على الاخطاء نتاع المباراه اللي قبلها. المباراه الاخرى ضد نجم الساحل، احنا نرجعوا للمقابله ذي نتاع حمامات، قلنا باش المقابله اللي لعبنا لها في المباراه الاولى من مرحله التتويج ضد الحمامات، الانتصار 5 نقاط في الحمامات، وهذا الفريق اللي باش نواجهوه نهار السبت في طرد دور ربع نهائي من الكاس. عاود على اللقاء الحمامات والترجي الرياضي التونسي. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. أولى مباريات الترجي في البلاي أوف كانت في الحمامات، الأولاد لقاو صعوبة في فرض النسق العادي نتاعهم بعد راحة فاتت الشهر، الشيء اللي خلى الفرق في النتيجة يكون صغير من البداية إلى آخر 4 دقائق من الشوط الأول، وين بدأت الماكينة الترجية تدور وفي الميتون 4 نقاط فارق 15-11. في البرومي ميتون يعني لي بوت اللي ماركيتهم كانوا عندهم بار كبيرة في الفيكتور نتاع الاسبيرونس. والله صحيح الأولاد الكل لعبنا بكدا، معناتها من الأول أسيرينا التيري نتاعنا. خذينا سكور معناتها ميتون الاول خذينا 4 بوان 5 بوان، بعد دوزيام ميتون معناتها دار افكتيف الكوليك الولاد الكل لعبت، دخل جابر ما قصرش، كمال حسام ايمن رابع الولاد الكل لعبت وكدا. اول ماتش في البلاي اوف معناتها ان شاء الله نكملوا كي ومبروك علينا الانتصار. نهاية الشوط شهدت مناوشة بين رئيس فرع كرة اليد قيس عطية وبعض المسؤولين في الحمامات. حكاية فرغتية كهو احنا فين نمشيو نتسبوا والدينا وعروضاتنا والدنيا كل تخلقنا كان اسبيرونس ما فماش جمعية أخرى يسبوها، لكن احنا قاعدين ما تحبش تعرف لعبت تسب اللي ما جواري تقلق احنا تقلقنا، قلت له انا عيب على كلمة عيب لازمهم يقولوا العيب وكهو. في الشوط الثاني عمق الترجي الفارق، وكان لدخول كن من جابر اليحيوي وسليم الزهاني دور كبير في حسم المباراة اللي وفات 31-26 للترجي. الحمد لله يا ربي على الانتصار أهم شيء. ثانيا طبعا الشوط الأول ما كانش جيد بالنسبة لنا، احنا تعرف صافي 4 أسابيع احنا نحضر ونخدم
ونا ممكن بيد كومبيتيسيون دونك خدينا وقت شوت كامل باش عاودنا رجعنا كومي الفو للسينكرونيزاسيون ما كانتش موجوده كومي الفو في البروميير ميتو في الدوزيام ميتو الحقيقه ليكيب تري بيان كاربوري خدينا الفارق كما يلزم حتى وصلناهم حتى الفرق 11 وبعد بطبيعه الحال التفكير يمشي للمباراه تاع نهار الاربعاء ورتحنا شويه ملاعبين باش يكونوا جاهزين ان شاء الله لمباراه نهار الاربعاء. أول حاجة حاب نقول الحمد لله يا ربي على الانتصار اللي حققناه في أول البلاي أوف أول ماتش بدينا خدمنا على رواحنا جمعة كاملة حضرنا بالكدا في كل شيء والحمد لله وفقنا ربي وعاونت صحابي باللي نجمت والحمد لله ربحنا. الورقة حمراء ساعة مستحقة ولا؟ والله حتى الجوار تاعهم بتاع حمامات معناها سيت اكسكوزي معناها خلي راهو مست فيك الكرة مست في فخذي الكرة ما جابش يحل لونج باش يشوط ضرب الكرة في فخذي معناها بون سوء تقدير من الاربيتر قدر الله ما شاء فعل. تبارك الله خاصة دوزيام ميتون وقت الترجي يستحق ديزاري القاس عليهم اليوم. والله الحمد لله سواء انا ولا وسيم ولا عمر المفيد الجارديان في لي مومون الصعاب لازم يعطي البلوس اصحاب. مرة وسيم يهبطهم فورم مرة انا مرة عمر فهمني كل مرة واحد. ليسونسيال ليكيب كل تربح وجونا باهي وان شاء الله هذا بداية وان شاء الله نكملوا ان شاء الله. فرحان بولدك اليوم تبارك الله دوزيام ميتون عمل لهم طمح. هذاك ظاهر اللي حذر ما تشوف بالكدا وهذاك اللي يلزم معناها توا وقته باش يلعب وباش ياخذ كونفونس في روحه. هذه وقته. شبيك؟ وقته. باهي كمل كمل. ان شاء الله معناها يزيد يعاوننا هذاك هو توا البلاي اوف. نستناو ان شاء الله انيس معناها يرجع لاباس باش ما يتعبوش اللي زارير نتاعنا وابراهيم زاد كيف كيف وان شاء الله نكملوا على المنول هذايا. هاو كمل هاو كمل شنو عندك تقول؟ هكا هذيك هي بابا بابا شنو نجم نقول تقدير تام لايمن حماد. كما نشوفوا ابراهيم يظل اجواء ممتازه في وسط بعضكم انتم اللاعبين وحتى الغايب انت ما غبت على المباراه هذيك وحتى الاولاد ذكروك معناها الحاك كل حاضر كل غايب وهذا يظل ميزه من ميزات الفريق معناها قوه الفريق. كي تشوف انت بقيت المشوار تاع بعد الهزيمه البارح ضد النجم الساحلي عندنا مباراه كوب نهار السبت ومازالوا اربع جولات في البلاي اوف. والله كما قلت لك احنا ان شاء الله معناتها يرجع جولات معناتها عنده بليسيور ونرجع معناتها الترجي الرياضي التونسي معناتها في كامل القوه نتاعو خاطر كل ما ينقص معناتها احنا مستحقين لاي جوار في الفازه هذه اللي ما زالت اي جوار ينجم يهز على صاحبه ولا يعاون ولا يرتح عليه ولا يعطي البلوس معناتها ويعاون صحابه ان شاء الله ان شاء الله معناتها تكون التحذيرات معناتها كما نقولوا كما يلزم سيرتو مونتالمون على خاطر راهو توا كل ماتش معناتها بحسابه وكل ماتش تسمى ماتش شوك وحتى معناتها من بعد حتى كان نجم نحكيو على سوبر كوب دافريك اللي باش تجي معناتها تخرج معناتها ان شاء الله من معناتها برشا ماتشوات معناتها صعاب ديريكت باش تلقى روحك داخل في ماتش وعنده معناتها اهميه كبيره ياسر ان شاء الله نكونوا معناتها مونتالمون حاضرين كما يلزم كما قلت لك راهو لاعبين تاع الترجي الرياضي التونسي كرة اليد معناتها عندهم الخبرة الكافية اللي باش تخليهم ان شاء الله يتعداو المراحل هذه كل معناتها بنجاح ان شاء الله. ابراهيم اخر كلمة قبل ما نسكروا على كرة اليد نسألوك عليك انت على حالتك الصحية تعرضت على إصابة في أول عام بعدتك على القاعات مدة رجعت في شهر مارس تو رجعت متغيب على الإصابة بالنسبة لأحبي كنعرفوا حالتك مدى حالتك الصحية وقتاش ان شاء الله نشوفوك ترجع؟ ان شاء الله على قريب ان شاء الله هي اصابه صارت لي صحيح في جانفي في التحذيرات معناتها في التراف تاع جانفي خلتني معناتها نبعد على الميادين ان شاء الله ورجعت معناتها رجعت مازالت عندي شويه في بلاس في ليبول بتاعي ان شاء الله معناتها نداركو في خاطر ما نجمش اون ريسك معناتها خاطر مازالوا لي ماتش ومازالوا لي جيسيونس الكبار جايين عندي زاد عندنا في البوست بتاعي محمد علي بحر اللي ما قصرش معناتها صحيح ونجم يهز عندنا جيلاني زاد ينجم يلعب في البوست بتاعي جيلاني ان شاء الله الغياب بتاعي ما يطولش وان شاء الله معناتها اصحابي زاد كما نقولوا يحاولوا كما نقولوا يعوضوا ابراهيم لاغ ان شاء الله ابراهيم ان شاء الله نشوفوك عن قريب ترجع تنورنا في قاعه الزاويه في قاعه تونس الكل ونتمنى لك بالطبيعه كل شيء في العاجل
ويعطيك ساعه كنت حاضر معنا اليوم ابراهيم ليغا. انا تو باش نمشيو مع الكره الطايره وبعد شويه باش تعاقبين عبر الهاتف رئيس فرع كره الطايره سي شكيب بوسلامه باش نحكيو على حفل تكريم فريق هذا ابطالنا في كره الطايره. كما تعرفوا في ظرف شهر هذا الفريق فاز بالبطوله العربيه ثم البطوله الافريقيه وبالتالي باش يتاهل لكاس العالم للانديه في البرازيل في شهر ماي. الهيئه المديره للترجي الرياضي التونسي كان حاب يكرم هذا الفريق وعمل ريسبسيون للاثنين بحضور كامل اللاعبين وستاف تكنيك. خليكم تشاهدوا هذه الصور حفل تكريم فريق كرة الطائرة. بنين الحلو يا سي اول حاجه مالح هو مش حلو ما بنين ياسر حتى مالح بنين ياسر احلى كيف كل حلو بنا انه زوز القاب اللي غاديك كوب دافريكا كبار صحاح حاجه هايله ياسر صراحه وان شاء الله نكملوا مازال عندنا البطوله والكاس ماناش ناسينهم مازلنا مركزين عليهم بنين ياسر الحلو تفضل طول شويه والله ماشي مكعبه واش تحسب له فيه عندي جمعتين مكلاش نحكي على صابات بلال خذا جديد فرحان بيه دونك قال كيفاش ياخذ صابات ب 150 هكا تو بلال هكا نلعب ترشدي فيك كل شيء نعدي باهي باهي خذ ملعب افرح لي بلال افرح لي بلال بلال تو المبرم نفف هذا اللي بعد الاستفسار تاع اليوم والله احنا مازلنا مرينا حد شيء تو بعد تو نقول لك معناتها منفنفة ولا لا معناتها ان شاء الله تكون بريم باية وان شاء الله معناتها نكملوا دومي فينال اللي مازلنا في قليبيا حول الله ان شاء الله نترشحوا فينال وان شاء الله اللي يجي مبروك ان شاء الله الكادو ليه هو ايفون هذا ولا شهاده احلى من كل شيء بيع شهاده احسن حاجه واحد تقعد له كل شيء يمشي والفلوس تمشي وكل شيء يقعد تيترويت ويقعد شهاد تقعد العلاقات مع العباد هذوما واحد صافي بليزير كي يتلم مع كبارات جمعيه والحمد لله اللي واحد جاء في جمعيه اللي تراب تقعد تراب بجواراتها وكل سوا يلعبوا ولا من بعد يلعبوا يكملوا نعيطوا لهم ونفرحوا بهم واحد هذا هو المعنى بتاع جمعيه كبيره. فرحه اللي اكسبسيونيل يظهر لي سنة معناتها تبارك الله في اقل من خمسه جمعات ظفرنا معناتها ان دوبلي هيستوريك البطوله العربيه والبطوله الافريقيه. والترجي أول مرة في تاريخها فهمتي تكون في البطولة العالمية نوعد جمهور الترجي أحباء الترجي الكوميتي اكزيكوتيف وسي حمدي اون فورا تو بور اسيي دو رومبورتي لو ماكسيموم دو تيتر فرحة كبيرة للترجيين وكل شيء أما نحب نقول للجمهور الترجي راهو خدمة جماعية صارت خدمة جماعية من مجلس الاداره واحنا ماشيين الناس كل خدمه باش وصلنا للنتائج هذوما راهو فما حتى حد انسان انفرد بعمل ولا فهمني وهذه قوه الترجي ان شاء الله كيما راهو هكا في كره القدم ان شاء الله ديما ترجي ديما الافراح ان شاء الله ما تغيبش علينا ونحن مستانسين بيه بحول الله بقدره ربي ان شاء الله ديما لاباس مش فرق ما بين كره القدم ولا كره الطائره معناتها نشاركوا في معناتها كل معناتها كل الرياضيات كل الرياضه الكل كره اليد كره القدم كيف كيف احنا عائله واحده الفرحه بالجيل الجديد اليوم بيان سور ما خرجنا احنا فما ديما اللي عنده المشعل في الترجي معروفه جمعيه اللي ما تبعدش على التتويجات وما تبعدش على منصه التتويج
تكون وتاخذ لاعبين من نوادي اخرى، وكما انا جيت من صفاقس تما برشا لاعبين تو من صفاقس من قليبيا، وان شاء الله تقعد ديما هكايا ترجي معناها.